تزامنا مع ظهور نتائج الثانوية العامة في المملكة، قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان النجاح بركة من عند الرب، حيث استضاف البرنامج الدكتورة رائدة القصار مدير عام كلية الفرير بعمان، ودار الحديث معها عن نتائج التوجيه والفرق بين المناهج الدولية والمحلية. وقد وجهت الدكتورة القصار خلال اللقاء رسالة تربوية مفادها أنه ليس كل من يحصل على معدل عال في نتيجته سيحصل على ما يريد، وليس كل من أخفق في معدله سيتوقف نجاحه في الحياة، حيث أن هناك فرحاً مؤجلاً يختاره الله للإنسان. فإلى هناك. طبعاً هاي السنة كمان كانت مميزة مثل السنتين الماضيات خلال فترة الكورونا والأمراض اللي كانت تصيب بعض الطلبة ويقدروش يكملوا دراستهم أو قصروا شوية بالدراسة وهيك، لكن نحن دائما بنقول الحمد لله على كل هذا الإنجاز وعلى كل هذا التعب، واللي تعب واجتهد نال النجاح، واللي ما حالف الحظ ما بنقول له إنك أنت فشلت، لكن منقول له معلش ما نجحت لأسبابك الخاصة أنت اللي بتعرفها، إن كانت في ظروف، إن كانت في ظروف عائلية قاهرة، إن كانت في أحزان صارت في العيلة، إن كانت في أي أسباب منعتك إنك ما تنجح هذا هاي السنة، منقول لك ما تيأس، بالعكس أمورك رتبها من جديد وانهض وتابع مسيرة حياتك، ما صار شيء عليك، لكن لازم تعرف انت ما تنسى انك انت ما نجحت، لازم تجتهد وتعمل شيء لحياتك اذا انت بدك تستمر في حياتك بنجاح، مثل ما ربنا اراد لك انك انت تكون بهاي الحياة ناجح وتعمل شيء يفيدك ويفيد عائلتك، يفيد مجتمعك، يفيد اسرتك، يفيد بلدك، فانت لك رسالة على هاي الارض. فعليا النجاح هو عبارة عن رحلة. نعم. فما لا نستطيع أن نحكي إنه النجاح هو عبارة عن نجاح توجيهي أو نجاح مشروع فقط. الإنسان بده يكون نفسه طويل يصل لمرحلة طويلة من النجاح. يمكن بحب أحكي للطلاب التوجيهي، على فكرة أنا لما قدمت توجيهي كانت كل سنوات دراستي إني أنا شاطرة والأولى واموري كويسة. عندي التوجيهي جيت وجبنا المعدل اللي صدم الجميع. صدم الجميع، مش بالمتوقع، لا كثير كان أقل من المتوقع. هون بتبلش الرحلة، شو ندرس، شو نعمل، ليش ما جبناش هذا المعدل. إذا بدنا نضل نفكر بالسابق ما رح نمشي للأمام. حطيت المعدل وراي ودخلت الجامعة وبدأت إنه الإنسان بده يشوف وين شغفه. نعم. أول مرة بيفكر شغفه بهاي النقطة، يمكن ما كان هذا شغفه، أوكي كمل، ولكن لما بتكمل دور وين ممكن يكون شغفك أكثر وأكثر، شو اللي بتحبه. لما بنحكي النجاح والتعلم والإصرار والمثابرة هي عبارة عن رحلة. حلو حلو، جميل جدا. أنت قلتي من بداية حديثك أنك أنت كنت متميزة في دراستك من وأنت على مقاعد الدراسة، لكن هذا التميز وهذا الشغف من أجل ماذا؟ يعني ماذا كانت تطمح رائدة القصار من خلال التميز في الدراسة والعمل والإنجاز وأيضا الدراسات في يعني أمور أخرى؟ أنت ما اكتفيتي تدرسي، أنت كمان ورشات. نعم. عمل وإصدارات ودورات إلى آخره، وكنت مع الملكة. نعم. رانيا كمان أنك أنت تساهمي في العمل التربوي. تفضلي. بالأول مش نيال كلية الفرير فيه، بالعكس أنا اللي نيالي فيهم. هذا تواضع منك يعني، بس أنا دائما معك نيال. أينشتاين بيحكي كل ما زاد علم الإنسان بزيد تواضعه. أكيد. يعني هذا الكلام ليه؟ لأنه دائما الإنسان بحس أنه هو يجب أن يتعلم، يعني اللي أنا بعرف اليوم ما حينفعني لبكرة ولا رح ينفعني لبعد بكرة. العلم عماله بتطور، كانوا بيحكوا كل 18 شهر العلم بتطور. نعم. هلا نحن عم نلاحظ انه يوميا في اكتشافات، في اختراعات، في نظريات جديده، في ابحاث جديده. زي ما انا بحياتي العاديه دائما اسعى انه يكون معي افضل تليفون، يكون عندي افضل الادوات بالبيت، العلم نفس الاشي. يعني ما بينفع اللي انا بعرفه بالسبعين اطبقه
بهذا بهاي السنة. نعم. ما بينفع بالمرة لأنه صار في عليه تحديد، صار في تغيير، فبالتالي إذا كان ما كان الإنسان متجدد متطور، يمكن كتير صعب الكلمة أحكيها بس مصير زي المستحثات، يعني أتكلم بالسابق. السابق حلو ونبني عليه وما عنا مشكلة، ولكن أنا بدي أشكل المستقبل. كيف بدي أشكل المستقبل؟ بعرف التاريخ وبعرف حاضري علشان أشكل المستقبل. فلما أنا حكيت النجاح رحلة، هذه الرحلة لا يجوز أن نصل لمرحلة وأنا عرفت نوقف. نعم. ما بيزبط. نعم. بركة ربنا دائما معنا. تعلم، اقرأ، شوف أنت وين رايح، الناس اللي برا شو عم بيحكوا، ليش الناس وصلوا لمرحلة كتير بالتقدم وأنا ما وصلت لهاي المرحلة. أي موضوع جديد أنا بشوفه لازم أقرأ عنه، بحث بيحكوا عنه بقرأ عنه. حبيت أنه أنت جئتي تكملي والثغرات الموجودة مثل السيد المسيح اللي قال جئت لأكمل ما بني بالسابق، لكن هم قالوا، أنا بقول بهذا الموضوع لما سألوا عدة أسئلة عن مواضيع كان فيها جدل، وكان فيها لأنه في أزمنة صارت متوارثة، في معتقدات متوارثة ممكن مع الزمن الجديد ما بتطبق، لكن الواحد بيجدد. وانت ذكرتي في بداية حديثك انك انسان دائما تسعى للتطور، انسان ما بوقف على التوجيه وبعدين الجامعة وخلصت، لا، الدورات المتتابعة، تكنولوجيا تطورت، علم التقنيات العالية، الناس طلعت مش أمر سابع أمر كمان، في أشياء إحنا ما بنعرفها وفي أشياء لم يعلن عنها. لا. فطبعا أنت رح تقومي، طبعا أنت هلا زي ما تقولي تتحسسين الموجود ونعطيك نحن بتتعرفين على الموجود، لكن حبيت هالشخصية اللي بالدكتورة رائدة اللي رح تنعكس شخصيتك على إدارتك لهاي المدرسة. بس بحب أحكي شيء. نعم. يمكن أنا دائما بحكي بمنطلق شوي غريب، أي مؤسسة الأساس فيها فريق العمل الموجود. حلو. يعني ما بصير. نعم. نربط مؤسسة بشخص واحد. نعم. راح شخص المؤسسة اشتغلت، إجا شخص المؤسسة بتتغير. فدائما بحكي لهم دائما انتمائنا وحبنا ووجودنا للمؤسسة، نعمل لهذه بغض النظر إيش المؤسسة. نعم. نعمل لهذه المؤسسة ويكون في عنا بوليسي صحيحة. إجت الدكتورة باسمة، هاي البوليسي ماشية شكرا وتضيف، لكن ما لا يتغير الأشخاص بتغير المدير أو الرئيس اللي موجود عليهم. نعم. فأنا في عندي الحمد لله في فريق عمل يعني رائع في هذه المدرسة، وفعلا متجدرين لهم خبرات طويلة. هاي الخبرة لا يجوز إنه نضعها على جنب، نبني على هذه الخبرة، شوف المعرفة الضمنية اللي عندهم ونضعها على أرض الواقع. ما تخلي بأي لحظة. نعم. أي فشل في حياتك تعتبره هو نهاية الحياة. نعم. أدير الفشل بحيث أنك أنت تصل إلى النجاح. نعم. وإدارة الفشل اللي نحكيها كتير مهمة. فشلت هون، ليش فشلت؟ كيف فشلت؟ أوكي، كيف ممكن أنا أنجح مرة تانية؟ الإشي اللي أنا عملته خلاني أفشل؟ لا، بحطه على جنب. نعم. وبمشي إلى الأمام دائما. حدودك السماء، حدودك السماء، وبركة ربنا وبركة سيد المسيح مع الجميع يا ربي.